تملك حماس من بطولات هو بسبب محور المقاومة في المجمل. التطور النوعي، وهذه شهادات ليست شهادات من عندنا وإنما شهادات حتى الكيان الصهيوني نفسه، أنه تفاجأ بإمكانيات الكبيرة القتالية لدى حماس وبالأسلحة النوعية التي يملكوها وتطوير هذه الأسلحة. فبالتالي كل ما يتملك حماس هو بفضل دعم المحور بصورة عامة. مسألة ترك المحور لحماس، هذا أول الكلام. نحن الآن في بداية معركة ومحاصرة غزة. ما بقى أسبوعين ينتهي الموضوع. شو في بداية معركة؟ لا أولا بعدنا نحن في بداية حتى هذه المعركة. بشهادة قادة الكيان يقولون نحن ذاهبون إلى معركة طويلة تحتاج إلى وقت طويل، لأنهم يعرفون جيدا لا يمكن القضاء على حماس بمجرد ما أن تتم محاصرة غزة بمجموعة من الدبابات. هذا الواقع. يعني أنت اليوم بالمنطق عندك أكثر من 30,000 مقاتل، أغلبهم تحت الأرض ويقوم بعمليات استهداف وعمليات نوعية تستهدف خلف قطعات العدو، وانت عندك العدو ما يستطيع ان يخرج. شعب غزة. بس اسمح لي، بس احنا خلينا نتكلم. لا خلينا نتكلم. مقاتلي حماس يبلون حسنا ومتحملين. لا احنا خلينا نتكلم اولا من الناحيه العسكريه. مو انت قلت انتهت المعركه وغزة سلمه وجت القوات الاسرائيليه؟ لا، ما انتهت القضيه بعدهم. شوف بالتجربه، احنا هنا عندنا بالعراق كانت الولايات المتحدة ما عندهم ناصر. لا منتهى بس ناصر ما عندهم، وأمام قوة هائلة وجبارة وما عندهم ناصر. لا مو هي معركتهم. واقعا هي معركتهم. يعني غزة لو فتحت لها الأبواب، لو فتحت لها الحدود، لكانت هنالك آلاف المقاتلين من العراق. هذا العراق هذا يستطيع أن يرسل آلاف المقاتلين. يستطيع أن يرسل آلاف المقاتلين.